waxa tirada afar kelimadood ku celceli kadibna sugo sida xaalkaaga isku bedelo ay kuugu rumowdo dhammaan riyooyinkaaga rajooyinkaaga fadliga ilaahay subxaana wa tacaala بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أيها السادة والسيدات أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير وعافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ويجزيكم بخير حسناته إن شاء الله آمين الله سبحانه وتعالى ينبرينا ولالك ولاش مسلمة أه إنوشر قريسة مقالك لايك سارتا وسيقود بسا إنو إيبه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عز وجل موليه نوين ومرادك إذا سهلو مرادك أغا لكو سهلو ولال ولاش إذا مرادك أغا يدنت هذا لكو سهلو وحاج عشان الله كسيو وحو البعض جعشاي نوع والبؤي هاي وحين يدى هذا كجراء أطبع أنت هاي إلى هاي يكون رميه إن شاء الله آمين مركا حكتاء قصة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلوا ذو العليال بسم الله وجملة أفر كلمات وكلية كوبان هدي إلهي بان سبحانه وتعالى نمغليات كوه العليسو أفر مر يكبضنات كوه العليسو وحكار ديغانتها إن وحو الباء يريو الباء نلوش هذا كمي ذا أي كور رموبي دون تأيذي كلاهي سبحانه وتعالى هدي يجرتو مشكلات إي عقبات سيدي بورتي وكلا كوهر تاغن ونلوش هذا عقبات كوه الله سبحانه وتعالى مشكلة دا يوديبات دا الله وكافي ذا يأيذي كلاهي سبحانه وتعالى haddii ay jirto riyo iyo rajo aad leedahay oo aad markaasi doorbidaysid inay ku rumowdo riyada iyo rajada waxaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ogyahay mooyaane oo dhici doona laakiin waxay kelimaadkan insha Allah ta'aala ku suurtagelin doonaan in riyada iyo rajadaada ay ku rumowdo idinka ilaahay subxaanahu wa ta'aala kelimaadkan aan ka hadlayno waa kanzi iyo kayd kamid ah sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam aan ka dhaxlnay oo aan markaasi idin la wadaageen waxaa loo isticmaalaa إن مرغادة إيا ديباتادة إيا بكاغة فيدة سبحانه وتعالى وحالو أديك سدا إن مركاسي إلهي كوغو غرغارو قفك ظالمكا يعني كو ظلمينا إنو إلهي كاغة غرغارو أدقول كيشيد وحالو استعمالا حاجة دادي يدن تادا إنو الله كوغو ده سبحانه وتعالى ديباتك استو أواجهيسيد إيا مشكلة دوالبا عقبات كوغو إنه كوفو دهاتو أو الله سبحانه وتعالى كو سخيرو أي مركاسي كو قبان ريسا إذنك الله هدبا كلمة دان أفرتك كوبان محيطاي وكلمة عجيبة أو أمودقران إنه وحسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله يعني كلمات كان إيقاب كان وشيق دونه وشرح دونه يعني معجزة وين أي كجرته كرامات وين أي كجرته إسبدل وين أي كو سمينيسا دادك غاركود ويفهم سيهين كراماتك إيا معجزاتك أي الله ذهي dadka qarkood ma fahamsana oo qarkood waxa laga yaaba inay u adeegsadaan oo kaliya oo ay dhahan yaani qofka dhalimka ah ee ku dhibaateenaya inay isaga celiyaan oo alla kaga magan galaan laakiin kalimada iyo jumlada inta waa ka macna weyn tahay oo yaani shaamil weeyaan yaani inta ka weyn bay ku qabanaysa hadaba hasbi allah wa ni'mal wakeel maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay hasbi allah wa ni'mal wakeel ina alla ku kaafto meesid oo allah subhanahu wa ta'ala talada saaranaysid wax walba oo adduunyada ay saarana aad markaasi ilaahay u wakiilatay inuu isaga ku fuliyo cadawga ka qabto dhalimka ka qabto xaajada ku fuliyo yaani ilaahay baa tala saaratay jumladan sida aad ogtihiin waa jumladii cajiibka ahayd weeyaan ee nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam markii dabka lagu tuuray oo allah subhanahu wa ta'ala dabka kaga badbaadiyay ee naartii kaga badbaadiyay weeyaan allah subhanahu wa ta'ala dabka kaga badbaadiyay yaa markii loo imaaday oo jibriil loo imaaday inay dhahayn ma ka badbaadina uu ku dhahay may uma baahni oo allah tala saartay oo allah subhanahu wa ta'ala oo talada u dhiibtay oo ku yiri إلهي أيا جوغا خليل كيغا أيا جوغا ونا يري حسبي الله ونعم الوكيل أو الله سبحانه وتعالى دبكي كويري كوني بردا وسلام على إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام وقت وقفي عن وحياهي مركي نارت لقود توري لماذا؟ لأنها كانت وقتها بردا وسلاما على إبراهيم يعني قبو ينبت قليو ويعني قبو حتى والورد انت لكن الله سبحانه وتعالى نارت وحوشاقي مد أو كواناكسا إنه النبي إبراهيم عليه السلام وكل حنو لانكرو انت أي دبكا شدين عجيب كلمة دان مركة وكلمة معجزة ويا يعني نبي محمد عليه السلام مركي دقالة دلقاليو
dagaalkii uxud oo kale markii saxaabaday ka noodeen oo gaalada la yiri way soo daba socotaa waxay ku dhaheen yacni xasbunallah wa nicmal wakiil. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu kula dardaarmayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin in ay joogteeyaan oo ay wadaan oo ay badiyaan. Adigana afkaaga mar walba afkaaga xaq ha noqoto mid yacni ku taagan oo dikrigaaga ka mid ah, yacni noloshaada ka dhig mid aad markaasi wax walbaad u adeegsatid Allah subxaanahu wa tacaala uu kuu sakhirayaa. Kelimaddan ma jiro qof daalim oo markaasi la dulmiyey ee kelimaddan dhaha ilaa waxa uu helayaa nasri iyo gargaar Allah subxaanahu wa tacaala. Waxay leedahay tajaarub iyo tijaabooyin inta idinka aad filanaysaan in ka badan ayay leedahay, yacni waxay leedahay mucjizaad iyo karaamaad iyo markaasi khayr aad u weyn oo markaasi inta aan filanayno in ka weyn ayay leedahay. Haddaba walaalka muslimka ahow, marka aad ku celcelinaysid kelimaddan waxay ka dhigan tahay inaad qirsan tahay, inaad daciif tahay, Allah subxaanahu wa tacaala casiizu yahay. Qisaska dadka markaasi kelimaddan adeegsanaya ku dhaca ee Allah daalimka iyo qofka dulminaya uga gargaara aad bay u badan yihiin. Min qisas waxaa ka mid ah yacni gabar markaasi shirkad ka shaqaynaysay, gabar saaxiibteeda ahna ay dhagar u dhigaysay, dhagartuna ay ahayd in shirkadda laga buriyo darteeda. Markii arrinteeda dhagartii loo dhigay oo maxkamaddii loo gudbiyey oo baaritaankii lagu sameeyey, ay isku dayday markaa inay maxkamaddii ka dhaadhiciso inaysan dembi lahayn, ayaa maxkamaddii yacni iyo shirkaddiiba lagu qanci waayey, waxaana usoo baxaysay in markaasi shirkadda laga ceyriyo. Laakiin mucjiso ayaa dhacday oo ah in ay markaa dembigii iyada aysan gelin ay markaasi caddayso, ilaahay u fududeeyo, sidoo kalena ay caddayso in saaxiibta iyo qoftaas ay tahay qofka dhagarta soo maleegay oo ay markaasi dembiga inaysan iyada galin. Yacni waana min cajaa'ibta ay ka mid tahay kelimadan iyo dikrigan qofka markaasi joogteeya ee markaasi badiya in Allah subxaanahu wa tacaala nasri iyo gargaar uu siinayo, sidoo kale umuurtaada kuu sakhirayo, kuu gargaarayo. Haddaba dikrigan iyo adakaartan aan idiin sheegi doono insha Allah, ama dikrigan haddii aad dariiqadan iyo qaabkan aad u samaysid, ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar weyn iyo nasri weyn ayuu kuu samaynayaa oo markaasi wax badan noloshaada aad markaa kaga moodid, daalimka lagaaga qabto, umuurta noloshaadana ay casiis ku noqoto, kariim ku noqoto. Xadiis laga wariyay Aba Hurayra radiallahu can ayaa ahaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada iyo mu'miniinta kala dardaarmay oo yidhi, haddii aad ku dhacdaan arin markaasi weyn oo dhibaato ah, waxaad tidhaahdaan xasbiya Allah wa nicma alwakiil kuwal celiya. Haddaba faa'iidooyinka ay dikrigan uu leeyahay waxaa kow ka ah in markaasi Allah subxaanahu wa tacaala uu kaaga aargudo qofka daalimka ah ee adiga ku dhibaateeyey. Haddii kelimaddan aad joogtay sidaad badisid, Allah subxaanahu wa tacaala mushkilad kasta waa kaa badbaadinayaa, dhibaato kasta iyo culays walba waa kaa badbaadinayaa, faraj iyo khayr ayuu kuu furaayaa. Sidoo kale thamaraadka iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid ah in Allah ku siinayo subxaanahu wa tacaala awood weyn, awood ruuxi oo weyn inuu Allah ku siinayo, taasoo ku tiirsan Allah subxaanahu wa tacaala ku tiirsan, awood Allah ku tiirsan ayaad helaysaa. Haddaba dikrigan yacni ma lahan waqti iyo yacni aad akhrinaysid ama maalin u go'an, saacad walba iyo sekan walba iyo maalin walba ayaad akhrinaysaa. Laakiin faa'iidadan iyo muuqaalkan arrinta mucjisadan kusoo gudbinayno, waxaad wadaysaa insha allahu tacaala 3 maalmood oo joogto ah ayaad wadaysaa. Haddaba maxaa samaynaysaa, yacni goormaad akhrinaysaa? 3 maalmood, 2 maalmood, 1 maalin, iyo markii aad xaajada leedahay oo qofku dulmiyo, yacni ay waqt mataa tashaa. Laakiin faa'iidadan insha allahu tacaala 3 maalmood ayaad wadaysaa. 3 maalmood aad wadaysid insha allah waxaad soo qaadanaysaa sijaayadaada, waad soo weysa qaadanaysaa adoo daahira ayaad imaanaysaa. Haddaba tilaabada koowaad waxay tahay waxaad akhrinaysaa xasbiya allah wa nicma alwakiil 450 jeer ayaad akhrinaysaa. 450 ayaad akhrinaysaa xasbiya allahu wa nicma alwakiil. Sidoo kale tilaabada labaad, suuraddan ayaad 3 jeer akhrinaysaa. Qofka addoonka ee suuraddan akhriyo waxay ka dhigan tahay in allah ku jeclaanayo subxaanahu wa tacaala. Xasba intaad akhrinaysid waxay ka dhigan tahay inaad aad uu allah subxaanahu wa tacaala kuu sii jeclaanayo, aadna ugu sii dhowaanaysid xaqiiqatan. Marka suuraddanna 3 jeer ayaad akhrinaysaa idinka allah subxaanahu wa tacaala.
سورة النوحي أردغانتا ثلث القرآن سدح ميلاد ميل القرآن كميدا أي أردغانتا وأنا سورة رسولك عليه الصلاة والسلام أمانتا إذا إيو مركاسي آن مركاسي لكوبي كرين سو كتل مامي كدبنا واحد آخر نيسا مقعا أو آه مقع الله سبحانه وتعالى من أسماء الله مقع آسي أو آه الصمد أياد آخر نيسا بقول صدن إي أفر جير أياد آخر نيسا كدبنا واحد آخر نيسا دعادا أياد تضبط جير أو دميستران أياد آخر نيسا دعادا أياد تضبط جير أو دميستران آخر نيسا أو آه دعادا مركاسي حسبي الله ونعم الوكيل دعاء محيطها حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة إلا بك النجاة لك وفوضت أمري إليك حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك التجأت لك وفوضت أمري إليك حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك التجأت لك وفوضت أمري إليك حضي هذا الضمرك ذكري أنا أتكوي العلي سومالين أما لو مالين هي مركز إنت أعوذي كرتيد أما حالة دمرك كويسته مروقات كويسته وعلى أرك دونتا إن شاء الله تعالى عجائب قدرة الله معجزوين يا أرك دونتا صدو إله سبحانه وتعالى أمور تهذا أصخره الله سبحانه وتعالى وحكسين دهنا أبود إيو مركاسي وحيابا هذا فلانين الله سبحانه وتعالى أمور تهذا حاجة ذا كوكوذ دهنا حدية دهن أم حاجة الله ذهي إذنك الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا الكيكا ولا شيء ذي مسلمة ده ففهين تقيبته أو ديسكريبشن كأما قيبته أو عوانك كوسيس أي كجرته هل كاسيات كلب بحدون تا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.